اليوم راح نلعب لعبة روبلوكس اسمها جينجا، فلا تنسوا الإعجاب والإشتراك وخلينا نبلش. شكرا ال200 مشترك وخلينا نبلش. إنا أوه إيه ليش بضمن عم برمي أشياء؟ فبهاي اللعبة في حدا بيكون هون برمي علينا أشياء وإحنا بنحاول نضلنا واقفين. ليش أظن يمكن هذا السيرفر فيه جلتش، فخلينا أوكي هلأ خلينا نستنى برمي علينا أغراض. عم برمي علينا ولا لأ؟ كل الشات بحكي شوفي ليش هيك عم بصير؟ ليش بدك تنتحر؟ هدول الناس عم بتحروا. اوكي خلينا نشوف يمكن في حدا عاقل. اوه بسم الله وقعت. اوكي يلا شو رأيك يعني ترمي اشي علينا؟ يعني بس اقتراح بصراحة، بس اقتراح. اوكي هي واخيرا ما اشي علينا. انت اهبل ليش ما مش عارف يقيم؟ احنا مش ببلوكس فروت، اتوكل على الله. دي هب قم قم فروت قال رم علينا سيارة كاملة. إذا أنت لهالدرجة غني أعطيني جماعة واحدة بليز. ليش ترميهم؟ خلي سيارتنا إحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بكفي ضلك تخوفني. لا رح أموت. اصبري اصبر لازم ننزل تحت بس مش عارف كيف أنزل. يس نزلت. اوه مسكين هاد انقتل انعدم. رح يوقع هاد الجزء الفوق. اوه كان رح تصيبني. هاد الاشي الفوق رح يوقع شايفينه لانه بضل يضرب هذا الجزء، فبالاخر بروح تحت وكل اشي فوقه بينزل. فاحنا لهون يمكن يعني ما نموت. ضايل الخمسة اش طريقة موته البوز العمل. بسم الله اوكي ضايل الاربعة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. خوفني؟ ما تخوفني، بقتلك بقتلك بقتلك، ما تخوفني. بضل يخبط بهذا الجزء، فلو انا هون يعني حرفيا بقدرش اموت. اها بسم الله. الا اذا شال هذا الجزء طبعا، يعني احنا ميتين. بسم الله استراتيجي متت. اوه في حدا حكى شيء سس بصراحة كثير سس. لا لا بسم الله والله بخاف. كفي لا. اوكي اوكي كنت انا وهاد اخر ناس. يا الله كان ضايل شوي. خلاص شو هاد؟ ليش بتضلهم يعملوا هيك؟ شو هالهبل؟ لو كيف ما صبنيش ما بصير.
ما بصير. كيف 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 اللي كنت بدي احكي لكم اياهم، الاستراتيجية اللي كنت احكي لكم اياهم، انه هاد لو شال هاي رح يوقع كل البرج، يعني كل حد رح يموت بالنهاية. يعني انا مش منوبة، التفسير عدم منوبة، انا مش منوبة طبعا، ما خسرت لاني بلها. لا ان شاء الله كلهم يوقعوا ان شاء الله. ادعوا معاي، ادعوا ادعوا. طيقة وقع فيها. طب كش يعني ليش ما نزلت قبله؟ I am so lonely. I have nobody. مين هذا المكتئب؟ اوه بتحكي عنها، بتحكي عنها، بتحكي عنها هيك. انت لحالك حكيت انك ما عندكش حد. ان شاء الله هدول التنين يوقعوا. هاي البنت بتولع مشاكل. معرفت شو تحكي، ولعت مشاكل، فأنا قصفت جبهتها. مش عارفة شو بتحكي، حكيت أوكي. هاي تو انا هي اللي ولعت المشكله وانا فزت عليها. عايزه تولع مشاكل طلعها. عجبني البلوزه، ذكرني بحدا ما بعرف ليش. حرفيا بلوزته حمرا، ليش اهمش بلوزها جاكيت؟ انا هبله. بلوزته حمرا وهذا لابس جاكيت ازرق، شو دخل؟ ما بعرف، اظن الروبلوكس شكله. يلا هاد بوقعش اذيك كنتو مي. اوكي فهمت كل اشي من هاي الجملة. لا 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 رح اعملها ريبورت. وين هاي، وين هاي البلهاء؟ ميكا اند بيبا ما رح احكي اسمها. اوكي ان شاء الله نعمل ريبورت. خليني ما احكي، رح اعمل سنسور لهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نوم مش قادر ايام. ابله 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 يلا. مش عارف ايام هاي البنت اللي كانت تولع. لا مش هاي البنت، مش عارف وين هاي. هالبنت اللي كانت تولع مشاكل. شو هاي ابله؟ اوكي يلا 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 بسم الله. ايش الصح؟ يلا يلا يا اخي او يا اختي، مش عارفه اذا بنت ولا ولد بصراحه، مش مبين من هون.
بصبش اشي. هاهاي ها هاي ليش هاي بتحكي له عن كل اشي؟ اه لا نسيت لازم احل سنسر. طب يلا 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 يا اخي انتي بتعملي، خليني اسكت اني صايمة، اللهم اني صائم يا اختي. وينها راحت؟ كأنها ماتت بلهاء. يا الله حاولت اعمل زيهم بس ما قدرتش. المهم هاي نهاية الفيديو، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.